من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن شوبير وبكباتن مصر وبكل مشاهدينا مشاهدو متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. هو واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، عمرك ما تحتاجه في وقت من الاوقات الا وهتلاقيه موجود بيأدي دوره في اي مكان. كابتننا الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي. كابتن محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، عايز ابارك لك على البطوله، مجهود بذل على مدار الفتره الماضيه كانت فتره صعبه جدا، لكن النهارده يوم بتنسى معاه كل الصعب، النهارده بتحس بالفرحه مليون مبروك يا كابتن محمد. الله يبارك فيكم ومبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلسات النادي الاهلي وللعيبه، فاعتقد ان الفرحه كله سعيد بيها وكان محتاجها المرحله ديت، لان الاهلي صعب جدا يخسر بطولتين ورا بعض، واللعيبه طول عمر اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي معوده الجمهور على ده، فكان في توفيق الحمد لله في ضربات الجزاء، واداء اللعيبه كان افضل بكتير قوي من الماتش اللي فات الحمد لله، وكان في فرصه الشوط الاولاني ممكن نخلص الماتش بسكور يعني، لكن الحمد لله على النتيجه. كابتن رمضان على مدار تاريخه كلاعب او كمسؤول عنده بطولات كتير بيعتز بيها، لكن اعتقد البطوله دي بالذات هيبقى ليها مكانه خاصه عند كابتن محمد رمضان. والله النادي الاهلي كان محتاجها دي حقيقه، يعني مش خاصه بشخص انا لسه جاي، يعني ما اعتقدش ان انا اضفت شيء او عملت حاجه عشان يتقال لي مبروك، وبطوله بالنسبه لي كبيره، هي اكيد بطوله كويسه بس انا ما بقاليش كتير عشان انا جاي بعمل استكمال للناس اللي كانت قبلي، فحته ان البطوله خاصه لا، هي جمهور للعيبه للجهاز الفني للجمهور لمجلس الاداره، فكانت ضروريه والحمد لله على تحقيقها. يعني نقدر نقول هم دول ولاد الاهلي دايما بيتكلموا ان احنا بنكمل شغل بعض، اعتقد دور الكابتن محمد رمضان ودور اللي قبل الكابتن محمد رمضان، اعتقد ما حدش جوه النادي الاهلي بيقدر ان هو يدخر مجهود من اجل اسعاد جمهور النادي الاهلي. ما هو ده اعتقد دي بيتميز النادي الاهلي عن بقيه الانديه في مصر، يعني مع احترامي للجميع والقدرات بتاعتهم، هو جمهور خاص، مجلس اداره خاص، لعيبه خاصه، فهي عوامل مجتمعه بتساعد على النجاح. كابتن شوبير دايما بيقول الكابتن محمد رمضان كلامه قليل، ما بيتكلمش كتير لكن افعاله اكتر، فاعتقد ان الدنيا على مدار البعثه مدار البطوله اعتقد كابتن محمد رمضان كان كلامه قليل جدا مع اللاعبين، شفنا المردود شفنا الهدوء على بعثه فريق النادي الاهلي، النهارده بتتوج بالبطوله يا كابتن محمد. ما دام الكابتن شوبير عارف ان كلامه قليل وانت، فده ان شاء الله يكون اخر سؤال لان مش هيبقى عندي كتير اقوله. الحمد لله، يعني هو انا دايما بحب الافعال هي اللي تحكم مش الكلام، يعني في ناس ممكن تتكلم كتير، انا ما بحبش اتكلم كتير غير في وقت مناسب وقت محدد او كلام يبقى ليه قيمه عند اللعيبه. قيمه عندنا كلنا يا كابتن محمد، مليون مبروك ومستنيين منك كتير ومستنيين من كل اللاعبين ان شاء الله خلال فتره قادمه ان شاء الله باذن الله. شكرا لك، مع السلامه.